مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نرى مجموعة من الجمل والعبارات التي تستخدم كثيرا في الحياة اليومية لدى الأتراك. حسنا لنبدأ. إذن أول عبارة سوف نبدأ بها لحلقة اليوم وهي جولارين نصل جيتشيور. جولارين نصل جيتشيور، كيف تمر أيامك؟ جولارين نصل جيتشيور، كيف تمر أيامك؟ جولارين نصل جيتشيور. نيش يابيورسون؟ نيش يابيورسون، ما هو عملك؟ نيش يابيورسون، ما هو عملك؟ نيش يابيورسون؟ برادا نيش ينفار؟ ما الذي تفعله هنا؟ برادا نيش ينفار؟ ما الذي تفعله هنا؟ برادا نيش ينفار؟ برادا تنادكلارن فارما؟ هل يوجد لديك معارف هنا؟ يعني معرفة. برادا تانا دكلارن فارما، هل يوجد لديك معارف هنا؟ برادا تانا دكلارن فارما، هل يوجد لديك معارف هنا؟ برادا تانا دكلارن فارما. جدي أولامازن، جدي أولامازن، لا يمكن أن تكون جدا. جدي أولامازن، لا يمكن أن تكون جدا. جدي أولامازن، لا يمكن أن تكون جدا. جدي أولامازن. جدي مصن، هل أنت جد؟ جدي مصن، هل أنت جد؟ جدي مصن. جدي مصن. جايت جديم، جايت جديم، أنا جد أو أنا جادة للغاية. جايت جديم، أنا جد للغاية. جايت جديم. إذا جدي أولامازن، لا يمكن أن تكون جدا. وإذا أردنا أن نسأل هل أنت جد، نقول جدي مصن، هل أنت جد؟ أما إذا أردنا أن نقول أنا جد للغاية، جايت جديم. جايت جديم. شكا يا بيورم، أنا أمزح. شكا يا بيورم، أنا أمزح. شكا يا بيورم. بو إيشين شكاسي يوك، بو إيشين شكاسي يوك، لا يوجد مزاح بهذا العمل. بو إيشين شكاسي يوك، لا يوجد مزاح بهذا العمل. بو إيشين شكاسي يوك، لا يوجد مزاح بهذا العمل. بويشي شكاسيوك. سورون ديل، سورون ديل، لا بأس أو بمعنى لا مشكلة. سورون ديل، سورون ديل، لا بأس أو لا مشكلة. سورون ديل. بير شي مي فار، بير شي مي فار، هل يوجد شيء أو بمعنى هل يوجد خطب ما. بير شي مي فار، بير شي ما فار، هل يوجد خطب ما أو بمعنى هل يوجد شيء. فهمت يعني شيء ليس على ما يرام. هل يوجد شيء، هل يوجد خطب ما؟ بير شي ما فار، بير شي ما فار، هل يوجد خطب ما؟ بير شي ما فار. صنع نا، ما شأنك، يعني بمعنى لماذا تتدخل. صنانه، ما شأنك، ما شأنك. صنانه، 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 ما شأنك. أما إذا أردت أن تقولها لنفسك نغير الفعل فقط، بانانه. مثلا أحيانا يكون يتحدث معك شخص مع المشكل ويصرخ وغيره، المهم يشرح لك، يوضح لك أو شيء من هذا، يصرف مثلا، تقول له بانانا، وما شأني،
لأنك لا تريد أن تتدخل في هذا. تقول له بانا ني وما شأني، بانا ني ما شأني. إذن صانا ني ما شأنك، بانا ني ما شأني. شو دخلني، شو دخلني أنا؟ بانا ني ما شأني. بهذه الجملة نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.